الإرهاب هو سلاح الجبناء، فقط الجبان والضعيف يستخدم الإرهاب كسلاح لأله. لذلك هاجموا الطلاب وهاجموا الأساتذة. الرئيس الأسد يشارك آلاف الطلاب وعائلات الشهداء منهم بإزاحة الستار عن النصب التذكاري الأول لشهداء الجامعات السورية. إيران والهند تدعوان إلى الحل السياسي للأزمة في سوريا، وصالحي يحمل الخارج استمراريتها. نحن بنحيي الجيش العربي السوري كل ساعة وكل دقيقة. بواسل قواتنا مستمرون في مهمتهم الوطنية ويبسطون الأمن والاستقرار في قرى وبلدات بريفي حمص ودمشق. أكيد أنه عملية سلمية لا تستطيع أن تنطلق بالتزامن مع إرهاب موجود على الأرض. فريق دولي في ضيافة البطريرك لحام قبيل زيارته إلى سوريا دعما للمصالحة فيها. تسهيل عمل المرور بشكل كتير منيح حتى تريحوا المواطنين بالشارع. في اليوم العالمي للمرور اللواء الشعار يهنئ عناصر قوى الأمن الداخلي ويدعوهم للجاهزية الكاملة في مواجهة الظروف الراهنة.